مدينة العقبة وصحراء وادي رم بمشاركة 20 سائقا ضمن فئة السيارات وخمسة سائقين ضمن فئة الدراجات النارية. مسابقة الرالي الصحراوية تختلف عن البطولات العادية كونها تقام في أماكن مفتوحة ومساحتها طويلة. الرمال والغبار الصحراوية تضع السائقين أمام تحدي أكبر ومخاطرة لسائقي السيارات. الرالي الصحراوي بيختلف عن البطولات الحديدية، عادة المراحل بالرالي بتكون مراحل مغلقة ومسكرة، بالرالي الصحراء هي مناطق مفتوحة، رالياتها طويلة، مساحتها طويلة، والسائقين ما بيكونوا شايفينها. وقد استضافت صحراء المملكة الأردنية مسابقة الرالي باها بمشاركة 20 متسابقا من السعودية والكويت ومصر والأراضي الفلسطينية والأردن. وقد أحرز السعودي عيسى الدواسري لقب أول رالي باها في الأردن بعد أن أنهى مسافة السباق والتي بلغت 381 كيلومترا على مدى 3 أيام في صحراء وادي رام، متقدما على صاحب المركز الثاني مواطنه فارس المشنة. وقد شاركت أيضا في هذا السباق المصرية يارا شلبي لتكون المتسابقة الوحيدة في هذه البطولة. بشجع كمان البنات عامة ان هم يدخلوا رياضة السيارات، ان الرياضة الصحراوية عامة رياضة السيارات متخيلين ان هي مش رياضة بنات، بس هي رياضة اي حد بيحب الرياضة دي سواء بنت اولا، والصحراوية بالذات بيبقوا فاكرين ان هي حاجة صعبة، لكن هي حاجة لو اتدربت عليها وبتحبها هتلاقيها سهلة جدا. الرمال والغبار لا تمنع من المشاركة في أكثر المسابقات تحدي وإثارة. سباق السيارات في الصحراء له متعة خاصة رغم المخاطر والصعوبات.